نتكلم على البحر وجمال البحر وحلاوه البحر، فالا انه كان في دولفن بيعاني من مشكله كبيره جدا، وانه حصلت محاوله استمرت 12 ساعه علشان يتم نقل الدولفن من ميه البحر لوحده العلاج المجهزه هناك برضو في البحر الاحمر تحديدا في الغردقه علشان يتم اسعافه، وده كان بالتعاون الحقيقه مع فريق من المتخصصين الدوليين. في ناس قد تعتبر ان الموضوع بسيط، هو الموضوع مش بسيط على الاطلاق. خد بالك ان المحافظه على الحياه البحريه والبيئه بشكل عام والحياه البريه بشكل عام الى اخره، هو ده مفيد ليك اولا. في حاجه اسمها التوازن الحيوي او التوازن البيئي، لو انعدم التوازن ده على الكوكب انت بخ، مش هيبقى فيه وجود للبشريه. يعني هو انت متصور انه التغيرات المناخيه اللي بتحصل دي واحنا مقبلين على قمه المناخ ان شاء الله في شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي، انت متصور انها بسبب ايه؟ بسبب عدم وجود توازن. طيب احنا معانا على التليفون دكتور نهله حسام، وهي الباحث في معهد علوم البحار والمشرفه على فريق انقاذ الدولفين في البحر الاحمر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مهم عندنا الاول بس ان احنا نفهم هو كان ايه اللي حصل لهذا الدرفيل او الدولفين علشان يتم نقله للاسعاف ثم عودته مره تانية يعني سالما الى المياه المفتوحه. طيب انا هبدا من كلام حضرتك لما قلت ان كان في محاولات 12 ساعه. قبل ال 12 ساعه دول كان في 24 ساعه محاولات ان احنا نرجعه لمكانه الطبيعي. أوكي. بالتعاون مع جهاز محميات البحر الاحمر. لكن الحقيقه المحاولات يعني باءت بالفشل. كان في حاجه مخوفاه من ان هو يرجع بيئته الطبيعيه، وجوده في الميه احنا مش قادرين نقرب له، كل ما بنقرب له بيبعد مننا. فالفحص الظاهري كان صعب جدا. اليوم التالي بقى اللي هو اللي حضرتك بتتكلم عليه، احنا لما رحنا لقيناه في المنطقه الرمليه بقى، مش في الشاطئ على بعد مثلا 20 30 متر زي ما لقيناه اول مره. لا ده على بعد 2 متر او 3 متر. فكان سهل جدا ان احنا بقى نفحص ونشوف ماله. فلما فحصناه لقينا ان هو في اثار فك في المنطقه، في منطقه الديل عنده من ناحيه البطن في المنطقه الخلفيه يعني. العضه دي كان يعني مرجح ان هي تبقى بسبب عضه قرش. طب ازاي يعني؟ وصححيني برضو لو انا غلطان، اللي انا افهمه ان القروش لا تقترب من الدلافين. بالظبط، هو ده حقيقي في الظروف الطبيعيه يعني. اولا انا طبيبه بيطريه، مش لكن طبعا بقرا في المجال كله. الدرافين او الدلافين بتعيش في مجموعات. القروش بتعيش بمفردها. لو وجد الدولفين لوحده بعيد عن السرب بتاعه، وده غالبا اللي حصل في الحاله دي، القرش بيعتبره بقى فريسه وبيبدا ان هو يهاجمه يأذيه. فدي حاله مش طبيعيه حصلت يعني. لكن الحقيقه احنا فحصنا يعني مش انا يعني، المختصين في القروش فحصوا العضه دي كذا مره وعدوا مكان الانياب وكده، ويعني شبه اكدوا يعني، لكن انا مستنيه التقرير النهائي بتاعهم. أيوه. لكن على اي وضع هو بيعاني من اصابه شديده جدا جدا وجرح عميق. احنا شغالين عليه، والجرح ده مش بس هو اللي حصل، لا ده حصل له سكندري انفكشن او يعني اصابات اخرى ناتجه عن عن الجرح في اعضاء ثانيه من الجسم، سببت له طبعا مضاعفات شديده. كان قرار نقله للدولفين هو الحل الوحيد عندنا. والحقيقه احنا يعني لما قلنا ان هو لازم يتنقل، لقينا في ملحمه حصلت بصراحه في البحر الاحمر. يعني انا هستغل برنامج حضرتك واوجه الشكر لجهاز محميات البحر الاحمر، جمعيه حمايه البيئه هيبكا اللي جابت لنا كل المعدات المبررات كل الامكانيات بتاعتهم، ومنطقه دولفين وورلد مكادي اللي بعتوا لنا المختصين في الدولفين والتانك اللي هننقله فيه والحاجات دي كلها. الحقيقه انا شفت ملحمه لما خدنا القرار. هايل 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 هايل. طيب هو الوضع الصحي بتاعه دلوقتي ايه يا دكتور نهل؟ هو خلينا نقول ان هي بقى مش هو، لان هي انثى. هي انثى. هي يعني هي اتحسنت تمام. التحسن بطيء لان الاصابه شديده 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 لاقصى درجه. الاعراض اللي عندها اعراض شديده جدا بالنسبه لوزنها
وكونها كائن بحري ضعيف زي كده الاصابه بتاعتها شديده جدا. احنا شغالين عليها يعني. انا حضرتك لما اتصلوا بيا يعني انا كنت شغاله مع الجماعه بالتليفون وبالواتس، يا جماعه طب ناخد عينه من كذا، طب نعمل كذا. احنا مش احنا تقريبا بقى لنا دلوقتي 24 ساعه مش بننام. مش بننام، قاعدين مع الدولفين بنحاول كل الامكانياتنا في المعهد القومي لعلوم البحار في جهاز المحميات في الدولفين اللي عاملين مجهود خرافي بصراحه. معانا دكتور ديمتري والفريق بتاعه، الفريق الروسي اللي موجود اصلا في الدولفين وورلد، بيبذلوا اقصى مجهود بصراحه معانا، وان شاء الله الصبح هنعمل اجراءات جديده ليه، وان شاء الله يكون التحسن اسرع المره دي باذن الله. يا رب يا رب. يعني اذا ان شاء الله نتمنى انه يحصل التحسن الكامل، وانه الدولفين دي يعني تصل الى كامل صحتها. في الحاله دي هل هتفضل مثلا موجوده في المعهد، او هتروح ل تفضل في المركز بتاع مكادي، ولا هترجع تاني للميه؟ لا، هو احنا لو خليناها فاحنا ما عملناش حاجه يعني. احنا هو الحل السليم احنا بنحافظ على البيئه البحريه زي ما حضرتك قلت في بدايه البرنامج. فالحل الامثل ان احنا بنرجع الكائن ده لبيئته الطبيعيه، بس بعد تمام التعافي. بعد تمام التعافي زي ما ياخد بقى يعني، ياخد اسبوع، ياخد شهر، ياخد سنه، زي ما ياخد، بحيث ان احنا نضمن ان هو لو رجعناه بيئته الطبيعيه مش هنبص تاني يوم نلاقيه جه على الشط تاني. طيب علشان ما يرجعش تاني على الشط، معلش انا بسال اسئله قد تبدو غريبه، مش ده معناه ان احنا نحاول نرجعه الى ما بين قوسين هنسميها عائله بديله؟ يعني علشان ما يبقاش لوحده. هي اماكن وجود الدولفين مدروسه ومرصوده عندنا. كويس قوي. تمام؟ فاحنا عارفين ان دي مناطق تواجد الدولفين، يعني معانا الدكتور محمود معاطي والدكتور محمود دار اللي يعني موجودين معايا في الفريق من المعهد، ومعايا جهاز المحميات، كلهم متخصصين في القروش والدلافين والكائنات البحريه في البحر الاحمر. أوكي. فهم يعني انا شغاله في الناحيه الطبيه، وهم بصراحه خليه نحل في النقط الثانيه البيئيه. فهم اكيد طبعا، ومعانا هيبكا، شركه جمعيه هيبكا، كلهم بيعملوا مسح وعندهم اماكن التواجد، وان شاء الله هيتم نقله للمكان الصحيح ان شاء الله. بس ندعي ربنا ان هيبكا يا رب يا رب حقيقي يا رب يعني للعلاج ان شاء الله. المساله فعلا جاده ومهمه جدا. انا بشكرك جدا دكتور نهله حسام، الباحث في معهد علوم البحار والمشرفه على فريق انقاذ الدولفين الانثى بالبحر الاحمر. ما تفتكرش ان الموضوع بسيط، ولا الموضوع هين، ولا ان الموضوع فيه يحتمل الهزار ده بجد. وساعات في ناس كده عندها النغمه بتاعت ما يروحوا ينقذوا الناس، هي دي روح بالمناسبه يعني اذا كنت انت فاهم كويس يعني ايه خلق وخالق، فدي روح وربنا وصاك عليها عشان بس تبقى عارف. وارجع هنا بقى للحديث النووي الخاص بالراجل اللي شرب الكلب العطشان، إلخ إلخ إلخ. اللي عايز أوصله لك إن هناك أمور قد تبدو للأسف عند بعض من لديه ضحالة حقيقية في أفكاره وفي ثقافته، بل إنه لديه عتمة في روحه إنه يحول الموضوع إلى سخرية. لكن في الحالة الحقيقية مش مفترض إنه يبقى فيه أي سخرية على الإطلاق. الموضوع مهم جدا عشان دي روح، ده واحد، ودي أهم حاجة. اتنين، ان انت بتحافظ على الحياة البحرية على الشواطئ بتاعتك. تلاتة، ان انت بتحافظ على حاجة اسمها التوازن البيئي بشكل عام قدر الامكان على هذا الكوكب. بتعمل دورك انت هنا بقى كبلد، كدولة، كجمعيات مسؤولة عن ده، كهيئات مسؤولة عن ده، الخ الخ الخ. فحقيقي احنا نتمنى انه يعني يشفى او تشفى هذه الدولفين الأنثى، وبإذن الله ترجع مرة تانية للمية المفتوحة.